حسين الذي يسكن في هذه الحارة كان فقيرا وظل فقيرا، كان مظلوما وظل مظلوما، كان متعطلا وظل متعطلا. يعني نعم. شلنا عشوائية المكان وحطينا عشوائية السكان. يعني طيب. يا حضرتك بترفض ديوان المظالم ده جدا. طيب انا عيب عيب. انا قبل ما اشكر حضرتك خايفه اكون بسؤالي ده عشوائيه، لكن يعني اعذروني، يعني انا هخرج عن الموضوع ولازم اكون عشوائيه، لانه في كلمه حضرتك قلتها مش قادره، يعني فضولي الاعلامي مش قادره اخرج من غير ما اسالك. حضرتك بتقول ان الحكومه ما قدرتش تتصرف في موضوع الجزيرتين. سريعا جدا حضرتك قصدك ايه بالجمله دي؟